وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الأربعون النووية. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.